بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مرة ثانية مع مقرر الحاسب الألف التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية جامعة الملك خالد. والمحاضرة الثامنة تابع أنماط استخدام الحاسب الآلي كوسيلة مساعدة في التعليم. أهداف الدرس: عزيز الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على أن 1- تناقش مزايا وعيوب نمط المحاكاة. 2- تناقش مزايا وعيوب نمط الألعاب التعليمية. 3- تناقش مزايا وعيوب نمط حل المشكلات. نمط المحاكاة: تعرف المحاكاة بأنها عملية تمثيل أو إنشاء مجموعة من المواقف تمثيلا أو تقليدا لأحداث من واقع الحياة، حتى يمكن عرضها والتعمق فيها لاستكشاف أسرارها. وفي الوقت الحاضر انتشرت البرامج ثلاثية الأبعاد، والتي هي بمثابة محاكاة لبعض المواقف الحقيقية. مزايا نمط المحاكاة: 1- تسمح المتعلم بارتكاب أخطاء والتي لا يترتب عليها أي نتائج سيئة. 2- تسمح المتعلم بممارسة شيء من الحرية في عملية التعلم. 3- تتيح للمتعلم تطبيق بعض المهارات التي تم تعلمها في مواقف ربما لا تتوفر للمتعلم الفرصة لتطبيقها في الواقع الحقيقي لها. عيوب نمط المحاكاة: 1- تتطلب قدر كبير من التخطيط والبرمجة لتصبح شبيهة بالظروف الطبيعية. 2- تتطلب في بعض الأحيان حاسبات آلية عالية المواصفات. 3- تحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة مادية كبيرة. نمط الألعاب التعليمية: تعتمد أساليب الحاسب الآلي على دمج عملية التعلم باللعب في نموذج ترويحي يتنافس فيها المتعلمون للحصول على النقاط ككسب سمين. وفي سبيل تحقيق ذلك النصر، يتطلب الأمر قيام المتعلم بحل مشكلة حسابية أو منطقية، أو يحدد أو يقرأ أو يفسر بعض الإرشادات، أو يجيب على بعض الأسئلة حول موضوع تعليمي معين. وتأخذ الألعاب التعليمية الشكل الآتي، أي نمط الدروس في الألعاب التعليمية يأخذ الشكل الآتي: مقدمة عن اللعبة، عرض سيناريو عن اللعبة، إجراء مطلوب من المتعلم خاص باللعبة، أداء المتعلم للإجراء المطلوب، تحديث النظام وفق الإجراء المتعلم، ويتم ذلك بصورة تكرارية حتى ينتهي المتعلم من اللعبة فيقوم بإغلاق البرنامج أو الجهاز أو اللعبة. مزايا نمط الألعاب التعليمية: 1- تثير جذب المتعلم لعملية التعلم. 2- تساعد المتعلم على التغلب على الملل للموضوعات المجردة أو الغير محببة له. 3- تساعد على تكوين اتجاه إيجابي للمتعلم تجاه الحاسب الآلي. عيوب نمط الألعاب التعليمية: 1- هذه البرامج تنمي جزء صغير من الموضوع الدراسي في وقت كبير نسبيا. 2- تحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة مادية كبيرة. 3- تناسب بعض المراحل وخاصة المراحل الأولى من التعليم وليس كل المراحل التعليمية. نمط حل المشكلات: تعرف حل المشكلات بناء الحالة أو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة ليست معروفة وليست جاهزة، بل لابد من المرور بعمليات وخطوات تبدأ بتحديد المشكلة وفحصها وتحليلها وما يسمى الوصول إلى نتائج معينة بناء على هذه الخطوات. ويوجد نوعان من برامج حل المشكلات: النوع الأول، يقوم المتعلم بتحديد المشكلة بصورة منطقية ثم كتابة برنامج بلغة معينة من لغات الحاسب الآلي لحل تلك المشكلة. ووظيفة الحاسب هنا إجراء المعالجات المتعلقة بالمشكلة وتزويد المتعلم بالحل الصحيح. النوع الثاني، في هذا النوع يقوم المبرمجون بكتابة بعض خطوات حل المشكلة ويترك المتعلم معالجة واحدة أو أكثر من المتغيرات. مزايا نمط حل المشكلات: 1- تساعد المتعلم على تنمية التفكير الناقد وكذلك الإبداعي. 2- تساعد هذه البرامج المتعلم على بناء
برامج أخرى، أي نوع من الابتكار والإبداع. 3. يتم التعاون في هذه الطريقة مع المستويات العليا من الأهداف المعرفية وليست المستويات الدنيا. 4. تعزز هذه البرامج مهارات الإبداع لدى المتعلم. عيوب نمط حل المشكلات. 1. لا تناسب هذه الطريقة المراحل الأولى من التعليم، بل هي خاصة بالمراحل العليا من المراحل التعليم. 2. لا تناسب جميع المقرات الدراسية. 3. تتطلب خلفية عالية في مجال الحاسب، قد تكون غير متوفرة عند جميع الطلاب. أخيرا، قد لا يستطيع المتعلم الضعيف التعامل مع هذه البرامج. والآن عزيزي الطالب، مع التقويم، حاول الإجابة على الأسئلة الآتية. 1. ما هي مزايا وعيوب نمط المحاكاة؟ 2. ما هي مزايا وعيوب نمط الألعاب التعليمية؟ 3. ما هي مزايا وعيوب نمط حل المشكلات؟ وشكرا لك.